أولا نعتذر عن درس الشيخ مزمل لظروف، وإن شاء الله حتناول في دقائق معدودة أسباب الضلال وانتشار البدع. من هذه الأسباب أولا ترك اتباع السلف في فهمهم ومنهجهم، وهذا معلوم وواضح أنه قد ضلت كثير من الفرق ونشأت، حتى وصل ببعض الفرق إلى رد الآيات والأحاديث، وذلك لاستقلالهم بفهم الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح. ومن أكبر الأدلة على ذلك ما فعل الخوارج مع الصحابة رضوان الله عليه، ولعله لا يكاد الإنسان ينظر في كتب فرقة من الفرق متفحصا إلا ووجد هذا من أعظم وأكبر الأسباب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق المعروف المشهور بعد أن بين الفرق وبين أن هناك فرقة واحدة هي الناجية، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثانيا من أسباب الضلال الكبر وحب الظهور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم: إن أحدنا ليحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمص الناس، أو قال: وغمط الناس. فرد الحق الأدلة من الآيات والأحاديث ومن كلام أهل العلم هذا من أسباب الضلال والبدع. بل أنت تجد في مقالات بعض الناس مكابرة واضحة، وهذا كله مخالف لمنهج السلف. ولذلك قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إلى القرآن وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد موته، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. وهذه الأدلة واضحة جدا في أن الإنسان إن أراد النجاة فإنما عليه بالأمر العتيق، إنما عليه بأن يتبع ما كان عليه الصحابة الذين سلكوا هذا المنهج وساروا عليه ودخلوا به الجنة. فالمكابرات ورد الحق بعد بيان هذا من علامات أهل الضلال، ولذلك ذم الله عز وجل هذا المسلك فقال: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ربنا قال: وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق. فتجد بعض الناس ذول تبين للحق، وأشد من ذلك أن يقر بالحق: يا ذول الرئيس مجرم وضال، الأدلة كذا وكذا، يثني على أهل البدع والضلال. أرجع لله سبحانه وتعالى وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك: أنا تبت والحمد لله والموضوع انتهى.
الثاني يقول لك لا انا قلت قد تبت. دي يفسروها كيف؟ قد تبت. ده شنو يا اخوان؟ ما هذا الكلام؟ وزي ما بقول الشيخ رسلان حفظه الله، اي شيء هذا؟ ده شنو داس؟ انت فده كلام غريب. ولذلك يا اخوان الانسان يكون مفتوح الصدر، هذا واجب عليه، وان يقبل الحق، وان يعلم انه انما يرفع بالحق لا بالباطل، وانه اذا رجع الى الحق هذه فضيله وليست من المذمه في شيء. ولذلك يقرن الكبر او الكبر مع حب الظهور ومع العجب، وكما قال العلامه ابن الجوزي رحمه الله تعالى: حب الظهور يقسم الظهور. حب الظهور والاستشراف الناس وكذا يعني يوقع الإنسان في البلاوة والبلاوي. أيضا من أسباب الضلال السكوت عن البدعة وأهلها. ولذلك كان من منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى أنهم يشدون على البدعة وعلى أهلها، ويرون ذلك من أفضل القربات، ويمدحون العلماء، ويمدح بعضهم بعضا بأنهم ظاهرون بالسنة وأنهم قاهرون للمبتدعة، ويرون ذلك من أعظم الأعمال التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال أحد السلف، قال: عرضت على السيف كذا وكذا من المرات، لا يقال لي ارجع عن مذهبك، ولكن يقال لي اسكت عمن خالفك. تسكت بس. من من يعني من من اعجب الامور في قضية شيخ الحناء او شيخ الحناء، انه لقيت تعليق لواحد لا يستحق ان يذكر ولم يصل إلى هذه المرتبة، إنه قال قال هدلي بيتكلم عن أخونا مزمل، قال هدلي دفعوه قال 20 مليون. ها كده كويس؟ ها يعني نسكت يعني عشان دفعونا؟ نسكت لأن ذلك الرجل الأفاك الداعي إلى الكفر والبدعة والضلال يعني سوف يرفع القضية ضد من خالفه؟ الناس تسكت يعني؟ وهل هذه التهديدات أوقفت أئمة الناصحين الأنبياء؟ قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا. تفتح بلاغ، تغرم، تضرب، تقتل، تقطع اللسان، هذا كله لا يوقف دعوة الحق. عرفتها؟ فقال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم. بعدين القروش دي منو أنت قايل؟ أنت قايل عن عبد الحي يوسف، وسوف كلامك في عبد الحي بيقطع الدعم عن أنصار السنة، لأنه كل القروش بقت تجي عبر عبد الحي يوسف. فهمت؟ أم أنت أصغيت إلى كلام الأمين؟ الأمين قال قال يا أخوانا أنا عفيت عن الزول ده، قال بمناسبة العودة من قاهرة المعز. في شنو يعني؟ في غنية ولا في شنو؟ قال يعني عفوت عنه لأنه رجل محمول. أنت يا زول بتتكلم عن عجوز من عجائز نيسابور؟ لو داير أي قروش، أي قروش لو دايرة بنديك لها بإذن الله. فهمت؟ لأنه القروش ما تمثل شيء. أبو بكر الصديق فدى النبي صلى الله عليه وسلم بماله، قروشه، وبأولاده، وبجاهه. استأجر الرجل الخريت الذي يعرف الطريق، وغنم أبي بكر الصديق كانت تعفي آثاره، وابنه يأتيهم بالأخبار، وعامر بن فهيرة مولاه يأتيهم باللبن والغذاء، وابنة الصديق رضي الله عنهم أجمعين كانتا تصنعان الطعام. أبو بكر الصديق بكل ما يملك كان يفدي هذا الدين،
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر الصديق: ما نفعني مال مثل ما نفعني مال أبي بكر الصديق. وهنا أيضا فائدة ذكرها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال: لما قال الرافضي صاحب كتاب منهاج الندامة الذي رد عليه ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، قال: ولم يكن نفع أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وإنما كان من أجل الدين. يعني أبو بكر الصديق مش بيدفع للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يأكل أولاده وكذا، لا، إنما أغنى الله رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان أبو بكر الصديق يعني يدفع ماله للإسلام. الشاهد من الكلام يا أخواننا أن السكوت عن أهل البدع، وأن تركهم يسرحون ويمرحون، هذا كان من أسباب انتشار البدع. ولذلك في مناظرة عظيمة تسمى بالحيدة للعلامة الإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني، يناظر فيها رجلا يسمى ببشر المريسي، وهو كان من أئمة المعتزلة، يقول بخلق القرآن ويفتن فيها الناس ويدعوهم إليها، حتى إنه لما ذكر الكيفية المناظرة إنه كان من أهل مكة وكان شافعيا وكان من أصحاب الأصمعي، واستخار الله سبحانه وتعالى في هذه المناظرة، أثنى عليها ابن تيمية وغيره من السلف، قال: فاستخرت الله سبحانه وتعالى وابتهلت إليه وفعلت ما يفعل عباد الله في تلك المواقف. قال: ثم عزمت الأمر إلى بغداد، أو قال إلى العراق، وكان الأمر شديدا، اختفى في ذلك العلماء واستحقرهم بشرا وأصحابه، أو بشرا وأصحابه، وقتلوا من قتلوا وسجنوا من سجن. شوف الموقف عظيم كيف. قال: لما جاءت الجمعة، قال: جعلت ولدي في أحد سواري المسجد، وأنا وقفت في سارية من سواري المسجد. قال: فقلت لبني: يا بني، بصوت عالي بعد الجمعة انتهت، ما تقول في القرآن؟ قال: هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: فخرج الناس سراعا، ناس مرقوا من المسجد، مرقوا سريع، مرقوا بقوا برام في المسجد. ثم جاء الوزير، وزير المأمون، وأخذه وصار يقول له: أمجنون أنت؟ أنت مالك مجنون؟ داير قروش، داير تظهر، داير شنو؟ لأنه قال له: ما قالتك دي مشكلة كبيرة. قال له: أنا دار ناظر بشر المريسي وأصحابه. قال له: يا زول، لو داير قروش ولو داير يعني أعفو لك عن أمير المؤمنين وكذا. فما زال مصرا على موقفه حتى أوقف بين يدي أمير المؤمنين وناظر بشرا وكسر قوله. وهي مناظرة عظيمة إذا قراها الإنسان وتأمل فيها. الشاهد من الكلام، شوف الفتنة دي كانت كيف، فتنة عظيمة. الآن في ناس عشان يجي يقول لك: لا، ما من منهج السلف الكلام في أهل البدع والتحذير منهم، وأن هذا ليس بواجب، سيرد عليه وسيجد أدلة ينوع عن حملها إن وضعت له في كتب على ظهره. لكن بيقوم بيضع قواعد كما وضع بعض المنحرفين. مثلا واحد اسمه إبراهيم الرحيلي قال: صح، الرد على أهل البدع من أعظم، والسكوت عليه من أعظم الغش، والرد عليه من أعظم الواجبات، وإلى آخره. قال: لكن في شروط لا بد فيها من الرد على أهل البدع. من هذه الشروط يعني أن لا يرد إلا عالم، وهذا العالم من صفاته كيت وكيت وإلى آخره، في صفات لا توجد إلا في أحمد بن حنبل، شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب، وهكذا من العلماء. فخلاصة كلامه لما تقرأه إنه أنت كطالب علم ما ترد ولا تبين الحق ولا ترد الباطل، مع أن الكتاب والسنة مليئان بذلك، كما ذكر الشيخ أبو بكر جزاه الله خير عن قدوتنا في ذلك، من القدوات إبراهيم عليه السلام. قالوا: سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، رد عليه وكسر قوله
وبين أنهم على ضلال ضللهم. وهو في هذه السن سن الشباب كويس. في صحيح الإمام مسلم في تفسير قول الله سبحانه وتعالى تفسير سورة النصر لها قصة أن عمر رضي الله عنه كان يدخل عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما مع كبار الصحابة فقالوا له في ذلك أي كيف تدخل من أبناؤنا مثله أو في سنه. وعبد الله ابن عباس لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كم؟ 11 سنة زيد على سنتين وبضعة أشهر خلافة من؟ أبي بكر الصديق. ثم جاءت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه هيكون عمره كم؟ في حدود 20. قال قال فدعاني يوما ما أراه دعاني إلا ليريه أي ليبين لهم السبب الذي من أجله يدخلني معه. فقال ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم هو الفتح فتح مكة الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أقوال. قال عمر وما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال أقول هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر فأمر أن يستغفر الله وأن يتوب إليه. قال عمر رضي الله عنه والله ما أعلم منها إلا ما تعلم. أنا دار أصليك إلى أنه بعض الناس يثبط الشباب يقول لهم أنت ما حصلت المرحلة بتاعت العلماء اللي شنو اللي بيردوا عرفتها. حديث عمرو بن الحويرث في أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ونحن شببة متقاربون فمكثنا عنده 14 ليلة قال وكان رفيقا فلما رأى شوقنا إلى أهلنا أوصانا وقال ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيهم ثم علموهم أي مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمرهم كيف إذا حضرت الصلاة كيف يصنع. ففي هذا دليل على أن العلم يؤخذ ممن جاء به بدليله. ولو كان هذا الإنسان ليس له يعني تبحر في علوم كثيرة لكن ما دام أنه يتقن المسألة التي يتكلم فيها فهو يتكلم. لأنه في ناس بيقول لك طالب العلم إذا جاب تحذير وهذا التحذير في بعض الناس لا يقبل منه وده ما يلزمني. العلماء قالوا هذا التحذير إذا جاء بأدلته فإنه يقبل ده دين. وهذه أدلة أيضا حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه كان في قبيلته الذي يقرأ القرآن وعمره 7 أو 6 سنوات 7 أو 6 سنوات. لو جاء أصحاب هذه التأصيلات الباطلة لردوا عليه ولا أرجعوه ولا خذلوه. كان يؤم قومه حتى قال رضي الله عنه قال فصليت بهم فكنت أصلي بهم فإذا سجدت وليس علي إلا ثوب واحد انكشفت عورتي. فقالت امرأة من القوم غطوا عنا استقارئكم. قال فاشتروا لي ثوبا جديدا فما فرحت بشيء فرحي بذلك الثوب. واحد يقول لك لازم يكون عندك كده وشنبك طوله 4 سنتي يا زول ده ما عنده دليل. فهمت؟ وده يا اخوانا السبب بتاع انتشار اهل البدع تاصيلات وكلام بتاع تنظير وكلام ما عنده أدلة. ده كله يا اخوانا ما في دين الإسلام. تبين وتحذر ما دام عندك الدليل. ما عندك الدليل تسكت لأنه ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولما وجد أهل البدع الأريحية افتح بلاغ في ذاك زول يزالوا ما افتح بلاغ في ذاك الناس تخاف منه وهكذا. وما في مجاهدات زي مجاهدات إبراهيم عليه السلام. ربنا قال قد كانت لكم أسوة حسنة
في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. عرفت؟ فدي أدلة. قصة الغلام حذر من الملك. هل يجب على الأمة أن تأخذ بتحذير الغلام من الملك ولا ما يجب؟ ولا في شروط؟ فهمت؟ الغلام عنده أدلة. ربنا سبحانه وتعالى سخر غلام. غلام هل ده عالم؟ في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قصة مشهورة لديكم، قصة أصحاب الأخدود. عرفتها؟ شالوا الغلام الملك، رس الناس يغرقوه في البحر. الغلام دعا الله سبحانه وتعالى واستغاث به فغرق الناس الجنود بتاعنا الملك وجراجع. تاني قال لهم اقتلوه. تاني مشوا جبل دارين يرموه من فوق، ربنا رماهم هم فماتوا ورجع الغلام. ودي فائدة أنا أدعو الأمين يرجع صحيح مسلم، بدل ما تقرأ الأدلة غلط والآيات غلط، أدعو إلى سبيل ربك. ها؟ والخارج ما بين السبيلين، فهمت؟ مما يستحي منه حتى البهائم. أمشي أرجع لصحيح مسلم. أنت لو داير توقف دعوتنا دي، افعل ما فعله الملك مع الغلام. قال له الغلام، قال له انت ما حتقتلني الا تجيبني في صعيد كبير، اكبر صعيد، كما فعل موسى عليه السلام مع السحر. قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. ده اصل الحل للمسائل العلمية. عرفتها؟ واي زول بيزوق من المواجهات هذا انسان ليس له حجة ولا دليل. قال له انت ما حتقتلني الا تجيبني في صعيد واحد وتجمع الناس كلهم وتشيل سهم من كنانتي أنا وتشد السهم وتقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. فهمت الكلام ده يا شرف الشريف؟ قال فرماه به ثم قال بسم الله فمات الغلام وأسلم الناس. وصح الغلام مات، ما هو ما مشكلة الداعية مزمل يموت، فلان يموت، كلهم يفوتوا ماله، ما في مشكلة. لكن هذه الدعوة ممكن تقف؟ ما بتقف. دي دعوة الله. إذا مات فلان أقام الله سبحانه وتعالى من يقيم هذا الدين خيرا وأوضح وأقوى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ما بيدسوا، مش بيجروا يكتبوا في الواتساب والفيسبوك وعجبني ودفعوه. انت ده موضوع يعني؟ انت مشكلتك في القروش؟ فهمت؟ عرفت؟ فرجع. فنحن ندعو الأمين عمر الأمين، دارنا نسكت منك؟ عمل الموضوع ده، جبنا في قناة الشروق جابوك فوقها، ولا في قناة النيل الأزرق، أو في غيرها من المحلات، أو لو في قناة ما بتستضيفك ممكن بالكاميرا دي إن شاء الله نجيبك، نفتح لك المجمع ده أو جامعة من الجامعات أو نأجر استاد، ما في مشكلة. فهمت؟ وتقول بسم الله رب الوهابية. فهمت؟ ها؟ أو استغيث بشيخك خليه يفجرنا او يعمل حاجه، خلي الموضوع يتحلى كده. اما بالشكايا الشكيه كما قال ابن القيم في نونيته يعني عن اهل البدع، انا ما احفظ البيتين نصا، لكن هو بيقول قال ودعوا الشكاوى حيله النسوان. خلوا الشكاوى، الشكاوى دي حقه النسوان، المراه بتشكى، لكن الراجل الذي له دين، انت تدعي ان هذا الدين الذي تدين الله به أنه يدخل الناس الجنة، فهلم إلى أن تبارز بالحجة وبالدليل وبالآيات والأحاديث، لا بالصواطير وبالسيوف ولا بالمحاكم ولا بغيرها، وإنما بالأدلة من الآيات وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ودع عنك الشكايات والكذب والبهتان. جيب الأدلة وأقنع الناس كلهم إنه نحن منهجنا باطل، وإنه ربنا سبحانه وتعالى ما حافظ الكون، وإنه أنت ماشي بجاه الشيخ، وإنه إن كل نفس لما علي حافظ هذه الآية غلط، وقل من يكلؤكم بالليل والنهار والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون، الآية دي منسوخة،
وهكذا يبقى الأدلة. ها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظك؟ قال: الله. فسقط السيف. قال: من يحميك مني؟ قال: أخ كريم وابن أخ كريم. قل الأدلة دي ضعيفة أو باطلة، فهمت؟ كما يفعل إخوانك من أهل البدع. لكن أن تشكو وأن تصيح، هذا لا يغني عنك من الله شيئا. فمن أسباب الضلال إن أخواننا الإنسان يقعد قواعد، يضع الشروط التي ليست في الكتاب والسنة، حتى يحمي دعاة الحق عن الصدع بالحق. وكذلك واحد في شنبات برضو، دكتور بتاع عظام أظنه، قال طبعا قال الرد على أهل البدع واجب كفاية، لكن بيقوم بيديك تأصيل يلغي لك الواجب الكفاية ذاته. قال: والواجب الكفاية هو ما قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. كما كان يوصل دكتور خالد ومين ومين وغيرهم، يقول لك: فلان ده كان قائم بالواجب الكفاية، لولا فلان لأثمنا جميعا لأنه قام بالواجب الكفاية. تيجي تسأله: ليه ما بتتكلم عن اللمين أو تتكلم عن محمد منتصر؟ يقول لك: فلان قائم بالواجب الكفاية، أنا خليني بجاي هنا مع العشماوية وإلى آخره. عرفتها يا أخي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الاتحادية، وهذه قاعدة معروفة عن جميع أهل البدع، قال: وتجب عقوبة. أنا ما أعرف العقوبة هل تكون عقوبة على مستحب، على ترك مستحب، أو على مكروه، فعل مكروه، أو على فعل مباح. قال: وتجب عقوبة عن أهل البدع، وهي في شأن الاتحادية، وهي تعم جميع أهل البدع. قال: وتجب عقوبة كل من أثنى عليه أو ذب عنهم، دافع عنهم، أو أخذ يعتذر إليه. كلام طويل، بأن هذا الكلام لا يدرى ما هو. يقول لك: أنت ما بتفهم كلام الشيخ، شيخنا الدكتور ده بقول كلام كبير. قال: أو أمثال تلك المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. قال: بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون عليهم، فإن ولم يعاون على القيام عليهم، فإن القيام عليهم من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات. قال: فإنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والأمراء، ويسعون في الأرض فسادا. ولذلك أخواننا من أعظم أسباب انتشار الضلال السكوت عن أهل البدع. يدخل في السكوت ألا تحذر منهم بأعيانه. الشيخ ابن عثيمين الألباني وعلماؤنا يقولون أن من نشر البدع بين الناس وأثر في الناس وصار داعيا ومنافعا عن هذه البدعة، أن هذا لا بد من تعيينه باسمه وتحذير الناس من شره، وأن يقطع شره، هذا أقل ما يمكن أن يفعل تجاهه. ولذلك يا أخواننا هذه من أسباب الضلال. من أسباب الضلال أيضا متابعة الكبراء في الباطل، متابعتهم في الباطل، وأن تخرج المحبة في الدين عن حدها الشرعي، بأن تدافع عن الإنسان بالباطل فيما وقع فيه من باطل وفيما أصر فيه من باطل. ولك الزول ده أثنى على الحلبي، تقول رجعت عنه، ثاني لا، الزول ده قال والزول ده فعل والزول ده ترك، وكان هذا قبل وكان هذا بعد، وهذه الاعتذارات الباطلة الفارغة. ولذلك يا أخواننا الإنسان إن أراد أن يلقى الله سبحانه وتعالى كما قال علماؤنا، عليه أن يلقى الله عز وجل بإخلاص وبصدق. شوف الإنسان إذا كان صادق، حتى لو ما عنده أدلة كثيرة، ما عنده مكتبة كبيرة، ما عنده كتب، وما اطلع على كلام العلماء، ربنا بوفقه إن كان صادقا. عرفت؟ زيد ابن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يبحث عن الدين الحق، وبين أن أهل مكة كانوا على باطل، وأنهم غيروا دين إبراهيم، وكان صادقا في ذلك، فذهب إلى اليهود وسألهم عن دينهم، فلما وجد أنهم كما قال له حبرهم: إنك لن تبلغ
أو لن تدخل في هذا الدين حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، قال والله ما أفر إلا من غضب الله. عشان كده يا أخواننا دي قاعدة، أنا ما أفر إلا من غضب الله، وما أفر إلا من سخط الله، وما أبغي إلا النجاة. ولذلك متى ما تبين الحق أنا أكون مع الحق، ما خايف من زول، ولا عشان زول يقول أنا رجع للحق، ولا ده معناه أنه أنا انكسرت قدام الناس أو ما كانت قلت، لا. هذا كله يا أخواننا هذا يدل على عدم صدق نية الإنسان. فالإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى زي ما ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شوف المشكلة لما كانت بعد الهجرة، المشاكل بعد الهجرة كانت أعظم وأكبر أثرا مما كانت في مكة. في مكة ده معروف، أبو جهل عنده مشكلة في العقيدة والتوحيد، بيقول لك عديل أنا عندي رأي في كده. لكن لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كانت المشاكل أكبر. ليه؟ لأن يا أخواننا المنافقين قاعدوا جوه، المنافق يحرش بين المسلمين، ها، وينشر الكذب وينشر الضلال. عشان كده ربنا اشترط في توبة المنافقين شرطا عظيما، وهو أن لا يعودوا إلى ما نهوا عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، عرفت؟ إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واعتصموا بالله، مش الآية من سورة النساء، وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. عشان كده أخواننا شوف الدين، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قدر ما خشوا منافقين يجيبوا شبهات ويعني يحرشوا بين المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى خذلهم وقطع دابرهم وقطع شرهم بما لا يكون. ولذلك زول الداري يستغل حسن ظن المؤمنين به وحسن تعاملهم وبشاشتهم له ورفعتهم ومعاملتهم له بالظاهر، دار يستغلها في الإفساد بينهم وفي قطع العلائق بينهم وفي أن يوقع الشر والفتنة بينهم. ربنا سبحانه وتعالى يخذلهم خذلان عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا جنو لصادق. ربنا قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ربنا دمروا إخوة يوسف لما كادوا به، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الكيد سببا لرفعته عليه السلام، عرفت؟ وهكذا الكلام لو رجع الإنسان للسيرة ورجع إلى 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 أدلة الكتاب والسنة يجد يا أخواننا أنه الإنسان الدين ده ما بترتفع فوقه إلا لو أخلصت، ها؟ إلا لو أخلصت. وإذا أخلصت رفع الله عز وجل ذكرك. من من العلماء السابقين الذين لهم قدم صدق كان لهم واتساب وكان عندهم فيسبوك وكان عندهم تويتر وكلام زي ده، ما كان ولا كاميرات ولا غيره ولا دور نشر تعتني وتتأكل من وراء تلك الكتب، ما كان فيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى رفعهم. مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون رضي الله عنهما من المؤمنين، زمن ذاك ما كان في أمور زي دي، لكن ربنا سبحانه وتعالى رفعهم، وربنا سبحانه وتعالى ذكرهم في أعظم وآخر وخاتم الكتب، بل وجعلهم من قدوة المؤمنين. وده برضو فيه إضافة إلى مسألتنا أنهما قاما بالحق وصدعا به وبيناه للناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن والشرور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة، إنه ولي ذلك القادر. يلا خير. قال الرئيس، لا ما مقصود دور رئيس البلاد، أنا ما قاعدين نقول الرئيس ذاته، ما قاعدين نقول الرئيس،
المقصود واحد سعودي اسمه عبد العزيز ابن الرئيس الرئيس. هذا الرجل يثني على المجرمين ويروج لهم في موقعه اسمه شنو؟ الإسلام العتيق. الإسلام العتيق. وهو إنسان مفتري كذاب له قواعد جديدة وعنده إرجاء ويثني على أهل البدع كالحلبي وكغيره. فحذر منه العلماء كالشيخ عبيد الجابري وكغيره من العلماء. وأنا أوصي أخواننا أخواننا ما كل ما ظهر زي ما قال الشيخ الألباني قال ويعجبني تشدد بعض السلف في الأخذ من المبتدعة. قال أنهم لا يأخذون من الإنسان ده يعني معنى كلامه حتى يتبينوا من أمره. الزول دائما تتريس وتأخذ من العلماء الكبار والعظام وتأخذ من مات لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن. تأخذ من الشيخ العلماء السابقين من السلف وهم كثر لا يحصون وعلمان المعاصرين كالشيخ ابن باز شيخ ابن عثيمين شيخ الألباني وغيرهم شيخ الفوزان الآن الشيخ اللحيدان الشيخ عبد العزيز آل الشيخ والشيخ ربيع الشيخ عبيد الجابري الشيخ محمد ابن هادي. ولا نقول بعصمته ما بنقول معصومين لكن ديل أناس يعني اعترف لهم أهل العلم والفضل وعلمت الأمة صدقهم ويعني وضوح منهجهم وثباتهم في العلم وفي الدين. الإنسان يأخذ ويتعلم ويستفيد منهم ويذود ويدافع عن أعراضهم ولا يأخذ من أي إنسان ظهر ما لم يكن مؤلفا زكاه العلماء وأخذوا به. وده ما يا أخواننا ما يشترط ده ما يشترط يعني مش بقول لك عشان تأخذ من الكتاب الفلاني إلا اشترط منه كذا وإلا أكون رجعت إلى ما أنكر عرفته. لكن أنا أقول الإنسان يأخذ من العلماء الكبار. لكن إنسان مثلا كتب كتاب في مسألة أو في مسائل وبين الأمر بأدلته وكان على طريقة السلف وطريقة العلماء هذا يؤخذ من كلامه. لكن وصيتنا لإخواننا أن يأخذوا من كتب العلماء الكبار وسيجدوا فيها الغنية سواء كان يريد الإنسان أن يوصل مسألة من المسائل في شتى علوم الشريعة أو كان يريد أن يرد بدعة من البدع أو عقيدة من العقائد المنحرفة يجد الكلام مؤصلا وإذا الكلام سهلا ميسورا. زمان نحن كان ناس التنظيم بغشونا يقول لك اسمع لناس مصر ما تسمع لعلماء السعودية لأنه ديلك فوقهم شدة كده عرفتها. أما ناس مصر ناس فيهم رقة وفيهم لين وكذا وكذا. وطبعا هذا المتحدث يقصد محمد حسين يعقوب المبتدع المجرم يعني يقول لك تأخذ منه لأنه إنسان بديك الأصول الفقه يقوم بيزيد لك موية. أنا ما أعرف الشدة المقصودة هي شنو فهمت أو الرقة المقصودة هي شنو وهكذا. فالمقصود أن الإنسان يا أخواننا يكون مع أهل العلم الكبار هذا هو المقصود الذي يستفيد منه الإنسان.